طيب معايا ايه المقادير كيكه الرواني؟ معايا 5 بيضات وتكون البيضات حجمها كبير، ومعايا كوبايه دي ابيض، كوبايه سميد بتاع البسبوسه بس يكون ناعم لا يكون لا خشن ولا وسط، ومعايا كوبايه سكر ورشه ملح ومربه مشمش ده للتزيين، وجوز هند ناعم للتزيين برده، وفستق مطحون وكريز. ده الحاجات دي بسيطه جدا للتزيين. طيب تكايه كده بقى هعملها في السيرب بتاع الكيكه الرواني. احنا عارفين ان هي بتتسقي بالشربات، بس انا هعمل الشربات بنكهه جوز الهند. ده اللي هو هنعمله ازاي بقى هنشوف سوا واحنا شغالين. تعالوا نقول بس مقادير السيرب بتاعي وبعدين نشوف هنعمل ايه. طيب معايا نص كوبايه لبن، ومعايا نص كوبايه ميه، ونص كوبايه جوز هند. استنى عشان ناخد جوز الهند اللي كان هنا ناخده هنا اهو. احنا عندنا في المقادير بتاعت النهارده ثلاث معايير جوز هند، تمام؟ كوبايه سكر ورشه فانيليا، تمام كده؟ تعالوا بقى ايه نحط دي كده هنا اهو، ده للتزيين. خلينا نشيلهم دلوقتي على جنب هنا اهم، دول للتزيين.